النجم الساحلي لمرتضى بن ونيس انتقل للبطولة التركية الاحتراف الأوروبي من بوابة نادي قاسم باشا التركي. موجود معنا بالتليفون مرتضى، أهلا بك. مرحبا بك خويا سلام، ومرحبا بكل المستمعين. يا فهم شنو أحوالك خويا؟ مبارك لك، تحية الساعة إكسبريس أف إم وتحية لزملائنا في إف إم. تحية خويا إكسبريس أف إم والإف إم مزبوط. شنو هي الأمور؟ لاباس؟ الحمد لله خويا، شحوالك أنت؟ لاباس عليك الحمد لله. باهي، اول حاجه مبارك لك، فرحنا برشا تجربه جديده اللي كنت مرتضى، نشوفوا ملاعبيتنا يغادروا اوروبا تقريبا، هذا الشيء نحبوه. الف مبروك التجربه الجديده. عاش خويا سلام، مرت عليك الحمد لله، الواحد خدم على روحه، تجربه جديده في اوروبا ان شاء الله تكون حسن ظنك. باهي، احكي لنا كيف صارت الاتصالات، كيف صارت العمليه، يتبعوا فيك عندهم مده قاسم باشا، كيفاش بالضبط؟ والله المفاوضات كانت سهله بويس كاني معناها فان كونترا، وعندهم ديدا يتبع فيها، وكيف في كونترا نتاعي كلموني قالوا لي جا، والحمد لله معناها كل شيء صار كما يمكن يكون، الحمد لله الواحد ان شاء الله تجربه جديده تكون له معناها بوزيتيف، ويخدم على روحه يشوف حاجه جديده، وان شاء الله يرجع بالمنفعه عليه ان شاء الله. كان فم امكانيه تبقى في ايطاليا، والا انت كنت تحب تعمل تجربه اوروبيه؟ والله اي واحد يتمنى يعمل تجربه اوروبيه، الحقيقه اللي صار جامعتي اللي كونتني ما ننكرش هذا، حبيت نقعد مع الله غالب اكثر الظروف تاع البلاد ومتاع كل شيء، واحد جات في وقتها التجربه هذه كما نقولوا، ان شاء الله تكون طالع خير عليا ان شاء الله. وكا وصلوك عروض اخرى بخلاف قاسم باشا مرتضى؟ وصلوا لي عروض خليجيه مصريه، ما خويا ما حبيتش معنا نمشي، ما نحبش نمشي كما نقولوا الخليج ولا مصر، مازال بكري عليهم. بعد بالنسبه لي الهدف تاعي اللي باش نلعب في اوروبا، الحمد لله الواحد معنا حق حلم تاعو، ان شاء الله نزيد تحسن لنا نمشي بلاصه من خير. نشوفوا في ملاعبيتنا تو الاغلبيه كما قلت انت يمشوا لمصر والسعوديه، ظهرلي انت ظهرلي الجانب الرياضي اهم من الفلوس، ها نتصور حتى العروض العرض ما كانش هكا. الحقيقه الجانب الرياضي اهم اللي من الفلوس، ملياني صغير نحلف شكور في اوروبا، الحمد لله حققت حلمي نجم نقوله. عاش فريق هذا كان فيه ياسين مرياح، كان فيه وسام الحدادي، ما عاش حكيت معاهم وسالتهم كيف صار؟ حقيقة حكيت مع الحدادي ونصحني وعطاني لي زاستيس معناها نتاع الجمعيه والفازي، نحب نشكره بالمناسبه، وان شاء الله ربي يوجهه خير ومشي لجمعيه اخرى ان شاء الله ربي معاه. باهي مرتضى، ظل نجم يحلك باب المنتخب الاحتراف الاوروبي؟ اكيد المنتخب ديما محلول، ان شاء الله الواحد يخدم كان يدولو في المنتخب نداولو، كان ما نداولوش يخدم على روحه وكا، وهذيك الكوره. التبديل نتاع البوست نتاعك، نجم نقولوا لانسيرك كاريرك من جديد، عملت مسيره اخرى كمدافع ايس. اي صحيح، بدل لي حياتي كومبليتمون، معناها هذا فضل الكل يرجع لربي، وسير جيلو ميا تحب نشكرو، هو ذيك الكوره خويا وين يحطوك لازمك تلعب وتعطي كل ما عندك. طموحاتك شنو هي بعد قاسم باشا؟ والله خطوة خطوة خويا، واحد تو يخدم على روحه لانه يفرض وجوده ويكون عند حسن الظن العباد اللي خذيته، وبعد كان فما حاجة ان شاء الله ربي يسهل فيها وكا. بالتوفيق ان شاء الله مرتضى، نخلي لك لو كان معاش ميساج للجمهور الاتوال كان تحب. ميساج الجمهور الاتوال ان شاء الله ربي مع الاتوال، وان شاء الله ترجع كيما كانت، الجمهور الاتوال يستحق خير من هكا، رغم الظروف تاع البلاد وظروف الجمعية، الجمهور شوفوا فيه ديما معناها مرتفع الجمعية، ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله والجاي تعمل سيزون باهي. يعطيك الصحة، شكرا لك مرتضى بن ونيس، بالتوفيق إن شاء الله ليك في تجربتك الأوروبية القادمة مع فريق قاسم باشا تركي، الفريق اللي كان يلعب فيه أسامة الحدادي، تقريبا كان ظهير أيسر الفريق خلال الموسم الماضي، أسامة انتقل لنادي مالاتيا سبور تركي، خذا بلاصته مرتضى بن ونيس في الفريق هذا، أيضا كان فيه ياسين مرياح، زوز من اللاعبين اللي كانوا نجحوا مع قاسم باشا، أكيد إن شاء الله يكون النجاح أيضا حليف اللاعب مرتضى بن ونيس. مع قاسم باشا، فاصل موسيقى، بعد فاصل الشهري مواصلين في بلاي حتى